تعتقل سنة 1976 هنا في الرباط. عنده شي 26 سنة. إيه كدا 20 سنة مسكين جاي هنا. واش شكوا فيه أنه ديك الساعة الإرهاب هذا عنده جواز في فلسطين جواز لبناني و وشاب صغير أنيق مع راسه وهذه المسائل اعتقلوه. ثم داوه لدر مولاي الشريف. من در مولاي الشريف 77 داوه سميته الأقدس. عاود ثاني في 78 نقلوه لهذاك القلعة مكونة. فاش طلقوا الناس كلهم طلقوا إلا إلا هو مات. ومن بعد دفنوه تماك حدا 100 متر على البراج. من القصص أيضا الأخرى التي تناولتموها في كتاب كذلك كانوا من أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة قصة مثيرة أيضا لأبو فادي لبناني اعتقل في أحداث في السبعينات ووضع في معتقل سري. هذا سيدي الملف ديال أبو فادي يعني فعلا ظاهرة لأنه حتى واحد موضع الملف دياله وحتى لنا طلبات كل اللي درسنا كانت جينا داخل الأجل وكنخصنا ندرسوها. اكتشفتوا صدفة هذا؟ هذا أبو فادي كل شيء كيهضر لنا على أبو فادي. لطيفة الجبابدي اللي هي عوضة معنا قد كشفته في در مولاي الشريف. هذوك بنو هاشم حكاو لنا عليه شافوه في أقدس أخرين شافوه في قلعة مكونة. كنشوفوا هذوك اللي تطلقوا ما فيهمش سميت أبو فادي. شفنا اللائحة الموتى ما فيهاش أبو فادي. يو فين مشاهد أبو فادي تبخر مشينا للداخلية قلنا له ماذا أبو فادي شو حنا اللي طرحين الملف ديالو حنا اللي طرحين الملف ديالو خصنا نعرفو. عطاونا أنه تعتقل سنة 1976 هنا في الرباط. عنده شي 26 سنة. إيه كدا 20 سنة مسكين جاي هنا. واش شكوا فيه أنه ديك الساعة الإرهاب هذا عنده جواز في فلسطين جواز لبناني وشاب صغير أنيق مع راسه وهذه المسائل اعتقلوه. ثم داوه لدر مولاي الشريف. من در مولاي الشريف 77 داوه سميته الأقدس. عاود ثاني في 78 نقلوه لهذاك القلعة مكونة. فاش طلقوا الناس كلهم طلقوا إلا هو ثلاثة في الحقيقة اكتشفنا في الأخير ثلاثة من اللي ما تعتقلوش. كاين هو واحد سميتو بهلول من ليبيا واحد سميتو العلاوي خطف شي طيارة. هاد ثلاثة ما تلقوش مغربي خداوهم اش داروا باش ما يخليهم شي تما كاين الملك تعطى تعليمات تشد داك الشيء جابوهم لسد المنصور الذهبي. هذا من بعد ما تسد المعتقل جابوا محكا سد المنصور فيها العساسة وكاين شي بيت تماك حطوهم تما وهالعساسة عليهم ما عارف علاش اختاروا هذاك هذيك المسألة هذيك. كان معاه هذاك بهلول الليبي صيفطوه لليبيا. هذاك العلوي طلقوه واستطعنا نعثروا عليه وعطانا حتى هو أكد لنا هذه المسائل كلها أنه كانوا معتقل وجاو تماك ومسكين بقى بوحدو تماك. هذوك العساسة اللي استطلقناهم اللي كانوا كيعسوا عليه شعروا به مسكين قال لك واحد الحزن لا تتصور لان كيشوف دابا 16 ولا 18 عام ما دارت عليه الناس كلهم اللي كانوا معاه طلقوا الا هو يعني بقات الدنيا كحله قدامه. باش يخفوا عليه كيديوه يصيدوا معاه الحوت في البراج تماك ورغم ذلك ما مات. ومن بعد دفنوه تماك حدا 100 متر على البراج دفناه مشينا شفنا القبر ديالو. ايوا وغذلك كان ممكن نغلقوا الملف ولكن قلنا هذا عاوتاني خصنا العائله ديالو. ملي كتشوف الاسم ديالو سميتو احمد محمد بن حمد عباس المراكشي كاين جوج الاشياء يعني طرحت لنا الشك داك بن في المغرب في الشرق ما كيستعملوها مش كاين احمد محمد عباس صافي ثلاثه ديال الاسماء والمراكشي حتى هو. قلنا هذا فيه شي ريحه المغرب نشوفوا. صيفطنا عاوتاني لوزاره الخارجيه صيفطت في السفاره كان السي علي ومليل هو السفير تماك لبنان قام سجل عنده باه ان هذا مغربي باه مشى للبنان في الربعينات من القرن الماضي وتزوج
وحده لبنانيه ولا فلسطينيه اللي ولد معها هاد محمد وابراهيم وعليا، وعاوتاني تزوج واحد المصريه ولد معها اربعه، وهادو ديال اللي ولد مع اللبنانيه مسجلين كلهم في القنصليه كمغاربه. وعطاونا التليفون اختو عليا كانت طبيبه في المانيا، فاتصلت بها لطيفه الجبابدي واني ذكرت معاه قالت لي تجينا من اجل خوك تجي تزورنا على قدر خوك، وجات واستقبلناها وقلنا لها اللي وقع راه ماشي غير هو، راه كاين مئات الضحايا ما داروا والو مساكن ومشاو فيها وهذه المسائل. فمشات مع لطيفه يا شي احد الاخوان مشاو شافوا القبر ديالو تماك وداك تماك، وقلنا لهم دابا عندكم الكره، بغيتوا فين بغيتوا تدفن في لبنان نجيبوه لبنان، بغيتوا تسميتوه قلنا خليه يمشي يشوف العائله. ومن بعد جاتنا هي وخوها اللي هو ابراهيم رجل الاعمال، قلت لك احنا قررنا يتدفن عند دوك 16 اللي ماتوا في اخر مكان كان فيه في قلعه مكونه. يوم مشينا حفرنا عليه وجبدناه ومشينا درنا له جنازه رسميه هذيك الساعه، وحضر خوه واخته ودفناه وانتهت. وطبعا درتوا الحمض النووي التاكد بانه هو لا دابا لا هذا مأكد ما انا شايف لا هذا مأكد هو ابو فادي لان بوحدو، ولكن رغم ذلك خدينا دائما حيت تنحفروا كنجيب الطب الشرعي. لا اولا بعد الحفير ما كنديروش الا بحضور سميتو ماشي الطبيب الشرعي، كاين قانون اللي خص النيابه العامه هي اللي تشرف. حتى في هذاك مثلا هذاك شي واحد لقيناه في قرامه، لان هذاك كان بوحدو، هذا عاوتاني ديال قرامه حتى هي غريبه، شي كانوا ثلاثه من الثروه البرديجي هذا دابا الرئيس ديال عمو رئيس ديال اللجنه الجهويه ديال حقوق الانسان ديال العيون، هذا عمو يعني حتى هما كانوا ثلاثه ديال تماك الصحراويين خطفوهم وسجنوهم في واحد البشاويه داخل البشاويه. وملي سقسينا الباشا اللي كان تماك مات اللي جا موراه مات شكون هما الحراس، يعني لقينا شي قالوا سبعه د الحراس، لقينا من حسن الحظ واحد جوج ما ماتوش وجبناهم، وقال واحد فيه قال لك اودي انا راه صليت عليه انا والباشا ودفناه. فين دفنته؟ واحد الساحه تما كبيره ما كاينش اثر للقبر. قلنا له فين؟ قال لي غادي كيحدد لينا المنطقه كيفاش دفنته قبل ما نحفروا، لان هذاك الحفير السطحي يمكن نديروه حنا بدون حضور. واش درتوا؟ درتوا الحجار؟ قال لك لا، درناه في كشه وغرقنا الحفره ورمينا عليها الرمله مباشره ودفناه تماك. ديك الساعه جبنا كنحفروا حتى بانت لينا الكشه وقفنا، لان ما بقاش عندنا دابا تاكدنا انه موجود تما. وعاد عيطنا للنيابه العامه والطب الشرعي والسلطات المحليه والوقايه المدنيه باش ندير الحفر الرسمي باش نجبدوه. واللي اكتشفنا واحد الحكايه غريبه، انهم بداو كيبنيو واحد 18 زنزانه بحال داك الشيء ديال يعني، لان واحد تما كان واحد الكراج وهدموا ديك الزنازين، ولكن داروها ثلاثه د الزنزانات ولكن مازال الاثار محفور تما. واكتشفنا واحد الحاجه غريبه اللي ما عمرها، هذاك الباشا دار واحد الكونطرا مع واحد الريستورون تماك، في الصباح كيجيب لهم الفطور، في الغداء كيجيب لهم الغداء كسكسو ولا طاجين، وفي الليل الحريره ولا الصبه ولا مرضو كيجيب لهم الطبيب هذاك مالي فيهم. وهذاك شافوا الطبيب ثلاثه د المرات قبل ما يموت، حتى بهذوك الشهود اللي كانوا معاه يعني حكاو لينا هاد الاشياء. شوف الغرائب ديال طبعا، وتمكنتوا انكم توصلوا وتعرفوا عليهم اعاده الدفن ديالهم اعاده الدفن ديالهم بالعائله وذاك المسائل. سيمباك بلقى شكرا جزيلا على هذا اللقاء. متتبعينا، الى هنا تنتهي هذه الحلقه مع الاستاذ مبارك بودرقة حول تجربته في هيئه الانصاف والمصالحه ومساره السياسي والحقوقي. الى لقاء اخر بحول الله.